لطيفة رأفت خضعت لعملية جراحية على مستوى العنق، إليكم التفاصيل. كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت أنها خضعت مؤخرا لعملية جراحية، حيث ظهرت زوال يوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهي تضع ضمادات طبية على مستوى العنق. واعتذرت الفنانة من وسائل الإعلام التي حلت بالمكان عن عدم استطاعتها الإدلاء بتصريح كونها خضعت لعملية جراحية. وحضرت الفنانة المغربية للمحكمة مرفوقة بدفاعها المحامي عبد الفتاح زهرش لمتابعة قضيتها التي رفعتها ضد شخص عرضها للابتزاز والتهديد حسب ما كشف عنه محاميها. وأوضح المحامي زهرش أن حضور الفنانة للمحكمة لا علاقة له بقضية طليقها والقضية التي باتت تعرف إعلاميا بإسكوبار الصحراء، بل الأمر متعلق بقضية أخرى تعرضت فيها لطيفة رأفت للابتزاز والتهديد.